عندنا مع بعض خلايا مناعة عايزين نعرف مع بعض كلها جت من فين. بمناسبة مع الموضوع ده تمرين برضه زي اللي قبليه. احنا خدنا المناعة اليمين والكتف وابنينا على قبليها نفس الكلام. عندنا مع بعض خلايا مناعة كلها جت من البومر. كل خلايا مناعة اتولدت فين؟ في البومر. مين الخلية اللي ولدت خلايا مناعة في البومر؟ خلية اسمها الستيم سيل. يعني انت لسه عندك ستيم سيل في البومر وظيفتها انها كل يوم بتطلع لك خلايا مناعة. هنا سؤال في امتحان، خلايا المناعة اتولدت في البو مارو، عملية اسمها هيماتوميزيس، والخلية اللي في البو مارو بتطلعهم اسمها الستيم سيل. الخلية اللي اسمها الستيم سيل ديت بتتحول بعد كده لخلية من اتنين، يا إما الخلية اسمها مايلويد، يا إما الخلية اسمها لمفويد سيل. يبقى احنا عندنا مع بعض الخلية مع اللي اسمها ستيم سيل بتتحول لمايلويد أو لمفويد. عندنا مع بعض الستيم سيل بتحول حاجه اسمها مايلويد او لينفويد. الخليه اللينفويد دي تتحول حاجه من ثلاثه، يا اما تتحول لدي سيل، يا اما تتحول لبي سيل، يا اما تتحول لخليه لسه النهارده اسمها ناتشرال كيلر. يبقى احنا عندنا مع بعض اللينفويد سيل بتحول يا اما لدي وبعضها تطلع بي وبعضها تطلع حاجه اسمها ناتشرال كيلر سيل. عشان كده يا جماعه بنسمي الخلايا اسمها الليمفويد ديت ليمفويد بريكيرسور او بروجينيتور. يعني دي عباره عن الامهات اللي تطلع تي سيل او بي سيل او نيتشرال كيلر بروجينيتور مولده. وعندنا مع بعض المايلوس سيل بتحول حاجه من ثلاثه، يا اما الكرات الدم البيضاء، يا اما الكرات الدم الحمراء، يا اما الصفائر. كرات الدم البيضاء اللي انتوا عارفينها النيتروفيل، ايزينوفيل، بيزوفيل ومص سيل. طبعا ما حد يعرف النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل كان لهم اسم خدتوه في الهيستولوجي اسمهم جرانيولوسايت. هو انا اقول الكلام ده عشان مره جه في امتحان سؤال قال لهم الجرانيولوسايت مصدرها مايلويد ولا ليمفويد؟ الجرانيولوسايت اللي هي كرات الدم البيضاء المحببه دي عباره عن النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل، دي اصلها المايلويد بروجينيتور اللي هي الامهات. يبقى عندنا مع بعض الستيم سيل تحول يا اما مايلويد يا اما ليه ليمفويد. والليمفويد دي حاجه من ثلاثه، يا تي يا بي يا نيتشرال كيلر. وعندنا مع بعض المايلويد تحول يا اما الواي بلس سيلز يا اما ليه ريد بلس سيلز يا اما لبلتين. الجرانيولوسايد ده عباره عن كلمه بتطلق على النيتروفيل والايزينوفيل والبيزوفيل. واخد يا جماعه؟ تيجي سؤال. طيب احنا هنتكلم مع بعض عن الليمفوسايت وعايزين مع بعض نعرف اول حاجه الليمفوسايت عباره عن ثلاثه من الرسمه دي، عباره عن تي سيل وبي سيل ونيتشرال كيلر. تي وبي ونيتشرال كيلر. اول حاجه مع التي سيل خدناها مع بعض بيبقى لها دراع اسمه سي دي 4، وبعض التي سيل عندها دراع ثاني اسمه سي دي كام؟ سي دي 8. هو اول سؤال ايه معنى كلمه سي دي؟ يعني ايه سي دي؟ يعني خدنا مع بعض التي هيلبر عندها سي دي كام؟ 4. التي هيلبر سي دي 4 والتي سيل توكسيك سي دي كام؟ 8. يبقى انا عندي كام كلاستر من التي سيل؟ كلاستر يعني مجموعه. عندي كام كلاستر من التي سيل؟ 2. عندي التي هيلبر عليها دراع مميز ليها اسمه سي دي 4، عندها دراع كده طويل اسمه سي دي 4، وعندنا التي سيل توكسيك بدراع اقصر اسمه سي دي 8. عندنا تو كلاستر من التي سيل، ايه هو الديفرنس بينهم؟ الديفرنس بينهم البروتين ده هنا طويل وهنا قصير، هنا سميناه سي دي 4 وهنا سميناه سي دي كام؟ يبقى عندنا كام كلاستر؟ 2. كام كلاستر من تي سيل؟ 2. الفرق بينهم البروتين ده هنا دراع طويل وهنا دراع قصير، هنا سميناه سي دي 4 وهنا سي دي 8. كلمة سي دي بقى يعني ايه؟ كلاستر ديفرنشيشن بروتين. يعني لما يجي حد يسأل في امتحان سي دي الكلمة دي جت من فين؟ كلاستر ديفرنشيشن بروتين. فهمتوها اختصار ايه؟ انا عندي تو كلاستر من دي سيل، الديفرنس بينهم هذا البروتين فسميناه كلاستر ديفرنشيشن بروتين. وصل؟ وقال لي مش فاهم حاجه خالص. يعني مثلا يا جماعه عندنا تو كلاستر في البني ادمين، رجاله وستات. ممكن اجي مثلا بعض الفيميل بيدوس هنا مثلا بشر اقول له اسمه كلاستر ديفرنشيشن كلوز. على طريقه بعرف ان عندي تو كلاستر، فاهمين كده؟ عندنا مع بعض التي سيل والبي سيل.
وعندنا بعض النيتشرال كيلر. لحظه بقى، عندنا بعض التي سيل والبي سيل والنيتشرال كيلر كلهم تبع المناعه الاكواير ما عدا واحده. تيجي في امتحان هي مين؟ النيتشرال كيلر. دي شويه امتحان بقى، يعني في امتحان يقول لك كل لينفوسايت تبع المناعه الاكواير، كل لينفوسايت تبع المناعه الاكواير ما عدا النيتشرال كيلر، مناعه للنيه. طب هجوم التي سيل سميناه ايه؟ سيلر. وهجوم الانتي بودي سميناه ايه؟ طب عندنا يا جماعه جدول مقارنه بين تي سيل بي سيل، وعليه جه سؤال. جه سؤال السنه دي في الدور الثاني. وللناس يا جماعه اللي بتذاكر لازم تحلوها كمقارنه. ما ينفعش تذاكر ده موضوع ده موضوع. هو جه في امتحان السنه دي الدور الثاني سؤال. قال لك قارن بين تي سيل بي سيل. هنسيب المقارنه دي للاخر ونقلب صفحه. هنتكلم بس على حاجه صغيره الاول وبعد كده نرجع القصه دي. هنتكلم مع بعض عن خليه اسمها نيتشرال كيلر. هنتكلم مع بعض عن خليه مناعيه اسمها نيتشرال كيلر. اول حاجه بقى نسبه النيتشرال كيلر من 10 ل 15% من الانفصال. من 10 ل 15%. النيتشرال كيلر يا جماعه ليها اسم تاني مع بعض جنبيها. بيسموها لارج جرانيولر لينفوسايت. بيسموها لارج جرانيولر لينفوسايت او ال جي ال. وده اختصار ساعات بيجي في الام سي كيو. يعني انت لازم تعرف ان ممكن النيتشرال كيلر ما يجيش اسمها في الام سي كيو. يحط لك اختصارها ال جي ال لارج جرانيولر لينفوسايت. يبقى عندنا مع بعض النيتشرال كيلر دي ليها اسم تاني لارج جرانيولر لينفوسايت. نقسمها مع بعض. هي دي النيتشرال كيلر. عباره عن لينفوسايت كبيره زي الجاموسه ومليانه جرانيولز فيها ماده حارقه. النيتشرال كيلر عباره عن لينفوسايت كبيره مليانه جرانيولز فيها ماده حارقه، وعشان كده سموها لارج جرانيولر لينفوسايت. الجرانيولز الحارقه بتاعتها شبه خليه قويه جدا اسمها ايه بقى؟ تي سيتوكس. برافو عليك. يبقى احنا عندنا مع بعض النيتشرال كيلر اسمها لارج جرانيولر لينفوسايت. سؤال في امتحان، هل النيتشرال كيلر عليها تي سيل ريسبتور زي البي سيل؟ لا. عليها بي سيل ريسبتور زي البي سيل؟ لا. يبقى هي نوت اكسبريس ما بتطلعش لا تي سيل ريسبتور ولا بي سيل ريسبتور، نوت اكسبريس ما بتطلعش حاجات دي. يبقى النيتشرال كيلر يا جماعه عباره عن لينفوسايت كبيره ومليانه جرانيولز. احنا هنرسم مع بعض يا جماعه رسمتين، نركز مع بعض. نركز مع بعض برسم. هو النيتشرال كيلر يا جماعه خلايا قويه ليه؟ لو لقيت انجل وعايزه تقضي عليه، تقضي عليه ازاي؟ يعني هذه الخلايا العملاقه لو لقيت بكتيريا او اي انجل بكتيريا فيروس وعايزه تقضي عليه، هي ممكن تشتغل بطريقه سهله قوي. ممكن انها تمسك الانجل بطريقه خدناها. خدنا مع بعض ان في انتي بودي اسمه الجي انتي بودي ذكريات. الجي انتي بودي عنده دراعين اسمهم فاب يمسكوا في مين؟ الانجل. والنيتشرال كيلر عندها هنا ريسبتور للجي انتي بودي. يعني ربنا خلق النيتشرال كيلر عندها ريسبتور يمسك الجي انتي بودي اللي يمسك الانجل. صح؟ مش كده؟ عندنا بعض النيتشرال كيلر عليها ريسبتور يمسك الجي انتي بودي اللي يمسك الانجل. السؤال يا جماعه الجزء ده من الانتي بودي اسمه ايه؟ فاب. ده يبقى ده ريسبتور لاي حته. ده اف سي ريسبتور صح؟ ده اف سي ريسبتور لاي انتي بودي؟ للجي انتي بودي. ده اف سي ريسبتور لميوجلوبين جي بيسموها مع سي دي 16. سي دي 16. يعني لو جه حد سالك في الامتحان هذا الريسبتور. هذا الريسبتور بيمسك في اي جزء من الاف سي بارت بتاع الجي انتي بودي. دكتور عمرو ما ينفعش يمسك الانتي بودي الباقيين؟ لا. لو حد فكر الانتي بودي بيختلفوا عن بعض في الهيفي تشين، الجزء التحتاني اللي عامل الاف سي بارت. يعني الجي انتي بودي الجزء ده بتاعه هو اللي ينفع يمسك الريسبتور ده، فيجي الانتي بودي مختلفه في الجزء التحتاني. الريسبتور ده ما ينفعش يعمل اتاتش معاه. هذا الريسبتور اسمه اف سي ريسبتور بتاع الميوجن جي. او اسمه سي دي كام؟ 16. الحركة دي يا جماعة بيخلينا نسمي النيتشرال كيلر اسم، حد فاكره؟ بيسموها انتي بودي ديبندنت سيل. شبه مين؟ التي سيتوكس. برافو عليك. هنا النيتشرال كيلر ماسكة انجل عن طريق اي انتي بودي؟ الجي. ماسكاه وبعد كده طلع الجرنوز عليه.
مسكاه وبعد كده طلع الجاليوم تحرقه. اللي خلاها تمسك الانجل وهجيع انتبودي ربنا خلقها ريسبتور اسمه سي دي 16 اللي هو عباره عن اف سي ريسبتور اللي بيبقى جي. مسك الجي اللي مسك الانجل، يبقى هنا مسك الانجل وهتحرقه. هي كان ممكن تمسك الانجل من غير الجي انتبودي؟ لا، فسموها انتبودي ديبندنت سيل قويه زي مين؟ التي سيتوكس. ماشي يا جماعه؟ اول حاجه النقطه اللي وراها بقى كل ركز معايا فيها شويه، كل ركز معايا. النيتشر كده يا جماعه عباره عن خليه عملاقه قويه ومليانه جرانيولز هارد. ربنا يا جماعه خلق على النيتشر كيلر دور ريسبتور تانيين. ريسبتور يا جماعه اسمه كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور، كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور اختصاره كلمه كار. ربنا خلق على النيتشر كيلر ريسبتور اسمه كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور، كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور، كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. ماشي؟ وده عباره عن ريسبتور لما حد ينشطه الجرانيول دي تطلع بره تحرق الحاجه اللي قدام النيتشرال كيلر. يعني هذا الريسبتور لو مسك في حاجه النيتشرال كيلر تشتغل والجرانيول تطلع بره تحرق اللي قدام النيتشرال كيلر اسمه كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. والنيتشرال كيلر برضه عندها ريسبتور تاني اسمه ايه بقى؟ اسمه كيلينج انهبتنج ريسبتور. من اسمه باين كي اي ار كيلينج انهبتنج ريسبتور. وده عباره عن ريسبتور لو مسك في حاجه ايه اللي يحصل؟ يحصل انهبيشن لمين؟ للنيتشر كيلر والجرانيول ما تطلعش بره ما تشتغلش. تاني بقى النيتشر كيلر عندها نوعين من الريسبتور. عندها نوعين من الريسبتور. ريسبتور لو اشتغلت لو حد يمسك فيها النيتشر كيلر تطلع الجرانيول بره اسمها كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. والريسبتور التاني اسمه كيلينج انهبتنج ريسبتور لو اشتغل النيتشر كيلر تقف. هو السؤال بقى لو الاثنين اشتغلوا مع بعض، لو الاثنين اشتغلوا مع بعض ده الاقوى. وده سؤال في الاكس كيو. لو الاثنين اشتغلوا مع بعض الاقوى هو كيلينج انهبتنج، يعني النيتشر كيلر ما اشتغلش. لو الاثنين اشتغلوا مع بعض الاقوى هو مين؟ الكيلينج انهبتنج ريسبتور. طب بص بقى معايا على الحته دي، تعالى نشوف مع بعض نورمال في جسمنا ايه اللي بيحصل. دي عباره عن خليه في جسمنا، دي عباره عن نورمال سيل، دي عباره عن خليه في جسمنا. شايفينها يا جماعه؟ دي عباره عن خليه عاديه جدا. بيقول لك النورمال سيل ساعات بتتعرض لبعض الظروف بتخليها يحصل لها ستريس. يعني مثلا تشوف الجدول بيحصل لها ستريس. النورمال سيل يا جماعه بتتعرض لبعض الظروف، الخلايا في جسمنا مع الاستريس بتطلع بعض البروتين اسمها ستريس بروتين. دي اسمها ستريس بروتين. يعني يا جماعه اللي فيكم بالذات بياكل لحمه كتير الخلايا عنده تبقى مجهده. مجهده من كتر اللحمه بتطلع بره بروتين اسمه ستريس بروتين. الكلام ده حقيقي، بياكل خس وخضار بيعيش فتره اكبر. المهم يا جماعه عندنا نورمال سيل ممكن تتعرض لبعض الاستريس فتطلع بروتين بره اسمه ايه؟ ستريس بروتين. هذا البروتين بيتحد مع مين؟ مع كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. يعني النورمال سيل في جسمنا نتيجه الاستريس بتطلع بعض البروتين. يعني النورمال سيل مثلا عملت مجهود، يعني مثلا خلايا البصل عملت مجهود بتقوم مطلعه بروتين بره اسمه ستريس ايه؟ بروتين. هذا الاستريس بروتين بيتحد مع كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. كده مين هيشتغل؟ النيتشر كيلر وهتقتل النورمال سيل في جسمنا. انت متخيل المنظر؟ يعني اي خليه في الجسم هتبقى مجهده وتطلع ستريس بروتين النيتشر كيلر هتقوم قتلها على طول. ايه اللي يحصل بقى؟ ركز معايا. اللي بيحصل يا جماعه ان الكيلنج انهبتنج ريسبتور ده لو ما اشتغلش النورمال سيل في جسمنا هتموت. يا ترى ايه اللي شغل الكيلنج انهبتنج ريسبتور؟ اللي شغاله يا جماعه الام اتش سي بلس 1. اللي شغاله الام اتش سي بلس 1. يعني تخيل المنظر كده، النيتشر كيلر لقيت هنا ستريس بروتين، انا هقتلك الا لو عندك الام اتش بلس كام؟ واحد. انا هقتلك يا حقيره الا ستريس بروتين الا لو عندك الام اتش بلس واحد.
معنى الكلام ان اي خليه في جسمنا ما عليهاش الام اتش بلس 1 الطبيعي مين هيقتلها؟ النيتشر كيلرز. دي يا فولا؟ نعيد تاني يا معلم. هو دلوقتي التو ريسبتور اشتغلوا صح؟ مين اقوى فيهم؟ الكيلينج انهبتنج ريسبتور. هو ايه اللي اتحد مع الكيلينج اكتيفيتنج ريسبتور؟ ستريس بروتين. اي خليه مجهده مع الوقت بتطلع حاجه اسمها ستريس بروتين. بيتحد مع الكيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. فهنا النشرة كده هتقتلها الا في حالة واحدة ان ده يلاقي الـ ام اتش بلس 1 لو الاول مسكه خلاص الاقوى هو مين؟ الانهبيشن. دي وصلت؟ وصل يا جماعة؟ هو انا هتلاقي الـ ام اتش بلس 1 اللي بعد الـ ام اتش بلس 1 اللي بعد الـ ام اتش بلس 1 اللي هو الكيلينج انهبيتنج ريسبت بتاع النشرة كيلر تتحد مع ايه؟ مع الـ ام اتش بلس 1 بتاع الجسم بس. واحد مش تاني بس انا دلوقتي خلينا نشوفها مع بعض. لا لا النيتشر كيلر عارفه الام اتش بلس 1 بتاعك انت مش بتاع حد تاني. ايوه بس في خلايا ولازم تتاكد ان هو فاضي. ماشي بس في خلايا جسمي ما عليهاش اصلا ام اتش بلس 1 خلايا يا جماعه اللي هي الريد بلس سيلز اللي ما عليهاش بلس 1 عمرها ما تطلع ستريس بروتين. عمرها ما تطلع ستريس بروتين. وصلت؟ سؤال حلو. طب تعالى نشوف مع بعض ده نورمال. تعالى نشوف ايه اللي بيحصل في بعض الحالات بقى. في حالات يا جماعه دي كلمه اسمها ديفكتيف لو حد فكرها. ديفكتد افكرك بيها. خليه قلبت تيومر. خليه دخل جواها فيروس. خليه تراس بلانتيشن. كلمه اسمها ديفكتد لو انتوا فاكرين. عندنا مع بعض ثلاث حالات. اول حاجه خليه قلبت تيومر. خليه بقى فيها فيروس. خليه تراس بلانتيشن. دلوقتي يا جماعه الخليه لما تهدي التيومر او يدخلها فيروس بقت مجهده. بتطلع برضه ستريس ايه؟ بتطلع ستريس بروتين. اي خليه قلب السرطان او مليانه فيروس خليه مجهده بتطلع حاجه اسمها ستريس بروتين. وبالمناسبه بقى حتى خليه تراس بلانتد اللي هي محطوطه في ايس بوكس ومحرومه من الاكل لمده 10 ساعات ده كله ستريس عليها. نقص اكل بتطلع حاجه اسمها ستريس بروتين. المهم خليه تيومر او فيروس او تراس بلانتد طلعت حاجه اسمها ستريس ايه؟ بروتين. ده يتحد مع مين؟ مع كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. فدي شكلها بتشتغل الا في حاله واحده اللي إيه بقى؟ ان هذا الريسبتور يمسك في مين؟ في الام اتش بلس 1. اول حاجه بقى في الحالات التراس بلانتد بيبقى فيه ام اتش بلس 1 بس مش بتاع الجسم. بيبقى فيه ام اتش بلس 1 مختلف. فعمر ما الريسبتور ده يمسك فيه. هي التراس بلانتد بس. في الحالات التراس بلانتد بيبقى عندنا ام اتش سي بلس 1 مختلف. الخليه اللي مزروعه على بلس 1 مختلف. فاكر ايه قصه زمان؟ لو ده كل انسان عنده بلس 1 بتاعه فهنا هذا الريسبتور عمره ما مسك فيه. ده اول نقطه. في حالات الفيروس بيطلع هنا فيروس. ده عشان يمسك لازم يلاقي ام اتش بلس 1 فاضي. يعني ما ينفعش يمسك في ام اتش بلس 1 فيه فيروس. في حالات السرطان بيبقى الجينات كلها باظت. فبيطلع ام اتش بلس 1 مشوه. تاني مع تاني. في حالات السرطان الجينات بايظه. فبيطلع ام اتش بلس 1 مشوه. في حالات الزرع بيطلع ام اتش بلس 1 مختلف. في حالات الفيروس بيطلع بلس 1 سليم كل حاجه بس عليه ايه؟ فيروس. اي احتمال من الثلاثه دول ما يخليش الكيلينج انهبتنج ريسبتور تمسك فيه. يبقى يا جماعه مع حالات التيومر والفيروس والتراس بلانتد هل الكيلينج انهبتنج ريسبتور لاقي النورمال ام اتش بلس 1 الفاضيه مش لاقيها؟ هل قادر يمسك في حاجه؟ لا. كده مين شغال يا جماعه؟ الكيلينج اكتيفيتنج ريسبتور. فالنشر كانت تشتغل ايه اللي يطلع بره؟ الجرانيولز تحرق مين؟ تحرق وتفك التيومر سيل، الفيروس سيل، التراس بلانتد سيل. وصل؟ بعض الناس يقول لك ما احنا بنزرع ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقات الجايه. المهم تاني يا جماعه النشر كده من الرسمه ديت عليها ثلاثة ريسبتور باينين. ايه هم؟ عليها حاجه اسمها سي دي كام؟ 16. ده يشتغل مع انجل. سي دي 16 ده يشتغل مع انجل. وعليها تو ريسبتور بيشتغلوا مع تيومر سيل مش انجل. وفيروس سيل وتراس بلانتيشن سيل. عليها ريسبتور اسمه كار وكير. كيلينج اكتيفيتنج ريسبتور وكيلينج انهبتنج ريسبتور. السؤال بقى ليكم ليه النيتشر كده بتقتلش النورمال سيل في جسمنا؟ مع انه ممكن يحصل لها اجهاد وتطلع ستريس بروتين. عشان الام اتش سي كلاس 1. عشان الام اتش سي كلاس 1 بتاع الجسم طبيعي. الموضوع بقى يعني خلايا الجسم عندنا عليها ام اتش كلاس 1 لو ما فضلش هتموت.
ان اتش بكتيريا الخليه بتقتل اي حاجه تقابلها الا في حاله واحده، عندك كلاس 1 بتاع الجسم السليم والفاضي، عندك مش هقتلك، ما عندكيش هقتلك. امال في حالات التيومر والفيروس والترانسبلانت بيطلع ايه من اتش كلاس 1؟ يا مشوه يا اما عليه فيروس، فالريسبت بتاعه هو اللي بيسكته. وصل؟ اخر حاجه يا جماعه، اخر حاجه، لو ان النشرة كده دي بتطلع انترفيرون جاما بنشط الماكروفاج عشان تقدر اكتر. النشرة كده بتطلع انترفيرون جاما ينشط الماكروفاج عشان تقدر اكتر. تعالى اسالكم من الرسمه دي شويه اسئله. عندنا كلمه اسمها فينوتايب ماركر، حتى عليها قبل كده. فينوتايب يعني شكل خارجي. حد يا جماعه يقول لي على الشكل الخارجي بتاع النشرة كده ثلاث حاجات. في عندنا على الشكل الخارجي بتاع النشرة كده فينوتايب يعني شكل خارجي. عندنا اربعة تلات ريسبتور سي كام؟ 16. وعندنا اربعة بالكار و عندنا كام ريسبتور؟ 3. سؤال يا جماعة، مين فيهم ريسبتور النشرة كده؟ عندنا تلاتة ريسبتور. دي ثلاث أسئلة في الحياة. مين الريسبتور اللي مش موجود إلا عند النشرة كده بس؟ ده وده. ده وده. مش موجودين إلا عند النشرة كده. فيحسبوهم النشرة كده ريسبتورز. سؤال، ده بقى موجود في حته ثانيه خلفان، موجود في على الماكروفاج، موجود على الماكروفاج يا جماعه. ما الماكروفاج في الاوبسونايزيشن بتمسك الانجن، بتمسك مع ايه انت ودي جي، يبقى عندها هذا الريسبتور هي كمان. يعني جه سؤال في الامتحان، هذا الريسبتور سبيسيفيك للنشا كيلر؟ تقول له لا، موجود في النشا كيلر وخدناه مع بعض، موجود في الماكروفاج. تاني يا جماعه الناس اللي سالت شويه الاسئله عندنا، معلش على اللي بيحصل لكم. معلش احنا دايما لسه اسئله سهله. يعني انت عندك كذا ريسبتور على الماكروفاج، اسف على النيتشر كيلر، في حاجات مش موجوده على النيتشر كيلر بس وسميهم نيتشر كيلر ريسبتورز. هما مين؟ الكار والكير، صح؟ وفهمنا بيشتغلوا ازاي؟ في واحد تاني موجود على الماكروفاج، سيدي كام؟ 16. طب يا رسمه بقى، حد يقول لي للنيتشر كيلر ثلاث وظائف، انا اقول له اول حاجه النيتشر كيلر بتمسك الانجن عن طريق جي انتي بودي، وظيفه اسمها انتي بودي ديبندنت سيل شبه مين؟ التي سيتوكسيك. ثاني حاجه بتقتل التيومر سيل والفيروس سيل و ترانسبلانت. ثالث حاجه بتطلع انترفيرون جاما ينشط مين؟ الماكروفاج. زي مين يا جماعه كان بينشط الماكروفاج في انترفيرون جاما؟ سيل هايبر. التي هايبر. فممكن يسافر في الامتحان. يعني يمسك معاك حته حته ويقول لك استراحي معايا شويه قدام. كلها اسئله سهله. اللي هيذاكر يا جماعه من الكتاب او المذكره هيفاجئ ان الكلام مش موجود بنفس الطريقه خالص. طب ايه رايك نشرح كده يا جماعه؟ ربنا يديكم الصح. روح حاول تفهم. بسرعه بس يا باشا. سي 16 هي الاف سي 6 بتاع اتش جي يا جماعه. هو احنا كاتبين على سنه التفاهم كده. لا لا يا جماعه يا جماعه، هو يا جماعه انتوا مش فاهمين، سواء كلام مذكره او كتاب صح، هو بيقول لك ان نيشر كلام سيل ريسبتور، هو قصده سبيسيفيك ريسبتور دول اثنين بس. بس انت عارف ان واحد تاني بره اهو. طب يروح يا جماعه مش كله شايفين بس. ليش ده يا جماعه؟ الفينوتايب ماركر الكلام ده يا جماعه كله بص في الكتاب. الفينوتايب ماركر سي 16 الجارد والكير. هو الكلام ده كله بص من الكتاب بالظبط، معاك كتاب يلاقي الكلام ده كله بص. هو المايكرو يا دكتور الكتاب مش هتغير السنه دي على السنه اللي فاتت؟ الكتاب اتغير مش هتغير يا جماعه. الكتاب الكتاب اتغير تماما ما عدا الجزء ده اللي احنا ماشيين فيه. يعني احنا كلها مره او اثنين وهنرجع نكمل من الجنرال، الكلام كله متغير. يعني الجزء ده هو الجزء الوحيد الثابت اللي احنا فيه اساسا. على ايه في سيري سيكتور؟ عليها لسه بقتيني بس. انتوا لسه هقولها دلوقتي. لسه انا ما اعرفش والله دي شاطره وقاعد لسه كل حاجه. يبقى حد يسال هنا بقى؟ خلاص يا جماعه، خلاص خلاص امسح يا جماعه، خلاص اعمل ايه؟ حد اللي طالع الماتش، حد اللي طالع الماتش.
طيب انا تيجي اسالكم كده سؤال، النشا كده بتقتل البكتيريا، بتقتل البكتيريا عن طريق الكارو كتير صح؟ بكتيريا اللي هو سي كام؟ 16. النشا كده بتقتل التيومر سيل والفيروس سيل والترانسفيرنت سيل عن طريق الكارو كتير صح؟ بيقتلوا عن طريق سي 16؟ لا لا، وما سي 16 الانجن زي بكتيريا او فيروس عملها في السيل. نتكلم مع بعض بقى عن الفارما اللي جت السنه اللي فاتت. جالوا يا جماعه السنه اللي فاتت مقارنة بين تي سيل وبي سيل في الدور الثاني اللي هو لسه من شهر. مقارنة يا جماعه بين تي سيل والبي سيل. تعالوا نقارن مع بعض بين تي سيل وبي سيل. خلاص الاول. تعالوا نقارن مع بعض بين بي سيل والتي سيل، وده عباره عن تمرين على ما سبق دراسته. ده تمرين على ما سبق دراسته اللي كنا خدناه في الاول زي تبديل الكتاب والجرم العيط. التي سيل هنا في الجسم عباره عن 80%. انا حافظها كده معايا، التي سيل 75 80، البي سيل 10، النشا كلها 10. ما هو النشا كلها ليمفوسايت، والبي سيل 10 ليمفوسايت، والتي سيل الباقي بقى 75 كام 80. سؤال يا جماعه، اول حاجه البي سيل والتي سيل اتولدوا فين؟ بون مارو. في بون مارو، برافو عليك. هما الاثنين اتولدوا في البون مارو، يبقى عندنا مع بعض البي سيل والتي سيل اتولدوا في البون مارو. التي سيل اتعلمت فين؟ سايلنس. التي سيل اتعلمت في السايلنس، ربنا يفتح عليكم. امال البيتا سيل اتعلمت فين؟ بون مارو. بي سيل. يا جماعه لو حد قال بيتا انتهت القصه على فكره. بجد؟ من غير زعل، لو حد قال بيتا انتهت القصه. هي سموها بي سيل عشان اتعلمت فين؟ بون مارو. البون مارو. يبقى عندنا مع بعض سواء تي سيل او بي سيل اتولدوا في البون مارو. التي راحت الصليمه تتعلم، والبي فضلت في البون مارو تتعلم. تعالى نسمع قصه حياه كل واحده. التي سيل تقول لك انا زمان زمان كنت عباره عن ستيم سيل، ده الاصلي في البون مارو خليه اسمها الستيم سيل، تحولت لخليه اسمها الليمفويد، والليمفويد سيل بعد كده تحولت لتي سيل، انا جيت من خليه اسمها الليمفويد، والليمفويد جت مكان اسمها ايه؟ الستيم سيل. انا كنت صيعة ومش متعلمه حاجه، قررت ان انا اتعلم، فرحت الصيمس. رحت الصيمس، ده المكان اللي رباني وعلمني، وده البرايمري اورجن بتاعي. انا في الصيمس دخلت الكورتكس، كنت بعمل بايند وريجنيشن، امسك وحاسس صح. انا في الكورتكس امتحنوني، اللي فينا كان بيعرف يعمل باين وريكوجنيشن يمسك ويحسس، ده كان بيعدي بوزيتيف سيلكشن. اختارونا في الكورتكس على اسمها بوزيتيف سيلكشن. سيلكشن. انا واخواتي دخلنا المظله، حصل مجزره يا ابني هناك. في المظله حصل مجزره. كانت خلايا المظله مطلع لنا ام اتش بلس 1 عليه بروتين من جوه الجسم. انا كنت كفايه قبل الكورتكس فاكرين؟ بمسك واحسس. اللي فينا كان بيحس على البروتين ويفتكره انجي ويحب يهاجمه، كان هو اللي بيموت. عمليه اسمها ايه؟ انا طلعت من السايمس وانا نايف تي سيل، نايف لسه فيرجن، ما احتكتش باي ميكروب. سافرت عن طريق الجراد والليمفاتيك، رحت السكندري لفويد اورجان احارب الانجن. قصه حياه التي سيل خدناها قبل كده. هتتكلم؟ انا هشرح تاني. اما بالنسبه للبي سيل، انا كان الاصل ستيم سيل، اتحولت لليمفويد، وبعد كده اتحولت للبي سيل. رحت اتعلمت في البومارو، فضلت في البومارو اتعلم. اتعلم ايه؟ ده اللي هتعرفوه اعزائي المشاهدين في حلقات قادمه. انا قعدت في البومارو اتعلم ايه؟ هتعرفوا بعدين. اذا كانت زميلتي اتعلمت انها تمسك وتحسس، انا اتعلمت حاجات احسن من كده بكتير، وده اللي هنعرفه في حلقات قادمه. المهم يا جماعه، خرجت من البومارو وانا نايف بي سيل. نايف يعني ايه؟ فيرجن. رحت عن طريق البلاد والليمفاتيك للسكندري ليمفويد اورجان، استنى الانجن وحرمه. وصل يا جماعه القصه ديت؟ قصه قديمه خدناها كتير. محتاجين بقى نرسم مع بعض شوية رسومات بقى، يلا. هي مع الدراع عبارة عن شوية أبنيشن لحد الرسومات. بس فوق بعض بقى. نرسم مع بعض. هو بلاش تقعد تخرج الشغل بقى. جابوا ازاي الزحمة عندكم؟ ما تعرفوش يا جماعة، مش عايز أهلكم الماجستير من هو صغير. بعد ما كان امتحان الماجستير بيبقى آخر كل يعني امتحان آخر ثلاث سنين.
الدكتوراه اخر 3 سنين غيروا النظام بقالنا سنه. خلوا الماجستير 4 امتحانات والجديد دلوقتي خلوه 6 امتحانات. امتحان كل 6 شهور. والدكتوراه زيها. فربنا يديك الدكتوراه ان شاء الله. نرجع لبعض. بص معايا بقى خلاص خلاص يا خلاص يا جماعه خلاص ركزوا بس معايا. دي عباره عن بي سيل ركزوا معايا بقى. دي عباره عن ملها المعادله ملها المعادله. انا عايزين نشوف مع بعض الفينوتايب بتاعها. كلمه فينوتايب الشكل الخارجي يعني ايه؟ فينوتايب الشكل الخارجي دي عباره عن بي سيل. البي سيل يا راجل عندها دراع اسمه سي دي 19 او 21. طبعا ما خدناهوش بنعادل. اعزائي المشاهدين هنشوفه بعدين. البي سيل عندها كده دراع اسمه سي دي 19 او 21. ده النورمال بي سيل عندها دراع اسمه سي دي 19 او 21. الفرق البي سيل عندها حاجه ثانيه؟ اه. عليها يعني تكون واقف على السطح اسمه بي سيل ايه؟ بي سيل ريسبتور نوعه دي او ام. جماعه كلمه دم. دي يا ام. طب سؤال بقى البي سيل عليها الام اتش بس واحد ولا اثنين؟ اثنين وواحد. اثنين وواحد ما شاء الله عليكم. الناس هنا ما شاء الله حكيها. بلس واحد بلس اثنين. ليه قلت ان البي سيل عليها الام اتش بس واحد؟ لانها زي خلايا في الجسم. طب بلس اثنين ليه؟ عشان هي عشان انت عشان بتنزل. طب سؤال بقى البي سيل عليها دراع اسمه سي 19 او 21. طب سؤال في امتحان جه من مره من سنه. قال لك البي سيل طلعت دراع اسمه سي دي 20. ده معناه ايه؟ كانسر؟ كانسر. ده عباره عن كانسر خدناه مع بعض اسمه بي سيل ليمفوما. لو البي سيل طلعت دراع اسمه سي دي 20 ده سرطان خدناه اسمه بي سيل ليمفوما اللي ما خدناهوش. ده خدناه كلمه صغيره كده ذكريات بس. يبقى عندنا مع بعض البي سيل عندها دراع اسمه سي 19 21. الدراعات كده والله. يبقى عندنا مع بعض سي 4 ده بتاع دي هيلتر. سي 8 دي سيتوكسن. البي سيل عندها دراع لسه مش عارفين بتاع ايه اسمه 19 21. وعندها بي سيل ريسبتور وام اتش بلس 1 او 2. طب نيجي على البي سيل بقى. هي البي سيل يا جماعه ايه الشكل الخارجي بتاعها؟ عندها دراع اسمه سي دي كام؟ 4 او 8. سي دي 4 او سي دي كام؟ 8. دي 4 8 يا جماعه. وعندها حاجه بتحسس اسمها ايه؟ تي سيل ريسبتور. يبقى عندنا بقى تي سيل عليها تي سيل ريسبتور وعندها دراع اسمه سي دي 4 او سي دي كام؟ 8. سؤال يا جماعه ليكم بقى. لو كانت تي سيل عندها سي دي 4 يبقى روحها ايه؟ تي هيلبر سيل. تي هيلبر. وسي 4 يمسك مع الام اتش كلاس كام؟ 2. كده عندكم. وسي 8 يمسك مع الام اتش كلاس كام؟ 1. خلي بالك الكلمه ده في الاول 8 اول صفحه في الكتاب. يبقى عندنا مع بعض التي سيل عندها سي 4 يمسك مع كلاس 2 وسي 8 يمسك مع كلاس كام؟ 1. طيب نكمل مع بعض. نكمل مع بعض. في هنا يا جماعه تعبير مهم جدا لازم نحفظه بقى. تعبير مهم. كل ركز معايا. التي سيل يا جماعه عندها ريسبتور بيحسس انه التي سيل ريسبتور. حد فاكر بيحس على ايه؟ بيحس على الانجن. اهو بيحس على الانجن صح؟ طب هو الانجن موجود في حته اسمها ايه؟ ام اتش سي سواء كلاس 1 او 2. يا جماعه عندنا مع بعض تاني. ده سي دي اهو. سواء 4 او 8 مش قضيه. ده سي دي 4 او 8. عندنا مع بعض يا جماعه التي سيل بتحس على الانجن موجود في الام اتش سي سواء كلاس 1 او 2 عن طريق ريسبتور بيحسس بيعمل ريكوجنيشن للانجن اسمه تي سيل ريسبتور. هو الانجن فين بس؟ في الام اتش سي صح؟ في الظروف بتاع الام اتش سي صح؟ ليه ربنا خلى الام اتش سي ليها ظروف؟ عشان ليه ربنا خلى الام اتش سي الظروف ده؟ عشان تبقى ماسكه مين؟ الانجن. عشان الانجن مزنوق وده يحس على مين؟ على الانجن المزنوق. مزنوق فين؟ في الجروف بتاع الام اتش سي. يعني ده بيحسس على واحد مزنوق. انت متخيل؟ فبيحسس كويس يا ابني. انت دي بتحس على واحد مزنوق ده ممتاز جدا. دي كلمه بقى هنسميها مع بعض تلاقي اسمها ام اتش سي ريستريكشن. ما يجي يسالك في امتحان الانجن فين؟ قول له مزنوق يا بيه. مزنوق فين؟ في الجروف بتاع الام اتش سي. ده بنسميه عندنا في الانجليزي ان الام اتش سي عامله ريستريكشن للانجن زنقاه. ريستريكت زنقاه ماسكاه. فاهمين كلمه؟ عشان التي سيل تحس براحتها
الكيس الحساسي انا ماسكه لك حلو، انا ماسكه حلو في الجروب حساسي يا اختي كويس، ده يسموه ام اتش سي اي ريستريكشن. وصلت يا جماعه؟ تاني انت في الامتحان مش تقول له الانجل مزنوق قدام العبيط ده وانها بتحاسب على واحد مزنوق، تقول له الام اتش سي عمل ريستريكشن الانجل والتي سيل بتعمل ريكوجنيشن كويس. طيب لو افترضنا مع بعض ان دي تي هيلبر، لو افترضنا مع بعض ان دي عباره عن تي هيلبر سيل، يبقى دي سي دي كام؟ اربعه. اول سؤال يا جماعه، ايه نوع الانجن اللي بتحس عليه التي هيلبر؟ هل هو بروتين ولا كربوهيدرات ولا ليبر؟ بروتين بس. بروتين بس لسه في الامتحان. يعني الانجن ده عباره عن بروتين بس. ده سؤال في الامتحان يا جماعه وهيعرفكم مصيبه. التي هيلبر ما بتحسش على انجن بروتين. عشان الماكروفاج لا تاكل الا بروتين انجل لو حد فاكر ويتكسروا البيبتايد فراجمنت، يبقى التي هيلبر ما بتحسش الا على انجل بروتين. يا سؤال في الامتحان، التي هيلبر بتحس على انجل بروتين كربوهيدرات ليه بتقولوا ظبط؟ بروتين. يبقى التي هيلبر بتحس على انجل عباره عن بروتين، وكذلك التي سيتوكسيك بتحس على جزء البروتين بتاع الفيروس اللي اتضرب في الخلاط بيتكسر البروتين بتاع الفيروس اسمه بروتوزو، بروتو بروتين بروتوزو. يبقى التي هيلبر هنا بتحس على انجل عباره عن بروتين. سؤال لبعض الناس، امال لو الانجل دخل كربوهيدرات او ليبل المناعه هتنيل ليه؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله في الحلقات القادمه. يعني التي هيلبر لا تعامل الا مع انجل ايه؟ بروتين. السؤال التي هيلبر بيطلع اشارات فاكرينها انترلوكين 2 وانترلوكين 4 و5 ذكريات لو حد فاكر. وانترفيرون جاما. وانترفيرون جاما، برافو عليك. اول سؤال، السؤال اللي حير العلماء كلهم، التي هيلبر بتحسس وبعد كده تطلع الحاجات دي، بتحسس وتطلع. معنى كده يا جماعه ان الجين بتاع انترلوكين 2 جوه النواه اشتغل والجين بتاع انترلوكين 4 و5 اشتغل. فكر معايا كده، التي هيلبر بتحسس وبعد كده طلع انترلوكين 2 و4 و5 وانترفيرون جاما، معنى كده ان الجينات اشتغلت. العلماء قعدوا يحاولوا يبصوا على التي سيل ريسبتور، لقوه واقف لغايه هنا بس. يعني التي سيل ريسبتور ده واقف لغايه هنا، واقف على الممبرين بتاع التي سيل، بيحسس وبس. العلماء يا جماعه اكتشفوا ان في يا جماعه اربع عواميد واثنين كمان طول شويه، اربع عواميد سموهم العلماء سي 3. اربع عواميد اسمهم سي 3. سي 3. معلش يا ربنا يديك الصحة إن شاء الله. عمود اسمه جاما، جاما ودلتا وإبسلون وإبسلون. المهم الأربع عواميد اسمهم إيه الأول؟ زيتا. وعمودين اسمهم زيتا. عمودين اسمهم زيتا. عندنا يا جماعة أربع عواميد اسمهم سي ثلاثة، وعمودين اسمهم زيتا. أربع عواميد اسمهم سي 3 وعواميد اسمهم إيه؟ زيتا. العواميد واصلة لغاية فين؟ وصل النواة وطلع على السطح قريبة من مين؟ من التي سيل ريسبتور. العلماء يا جماعة اكتشفوا إن التي سيل ريسبتور بعد ما يحس على الأنجن، بعد ما التي سيل ريسبتور يحس على الأنجن بينشط العواميد اللي جنبه ديت. بينشط العواميد اللي جنبه، بيعمل لها أكتيفيشن. التي سيل ريسبتور يا جماعة مش وصل للنواة. يا دوبك واقف بره على سطح التي سيل. هو خلاص بيحسس، وبعد ما يحسس يعمل اكتيفيشن للعواميد اللي جنبه ديت اللي هم ست عواميد. والعواميد دي ما شاء الله عواميد طولها صح، وصل فين؟ للنواه. وهي دي العواميد اللي بتنشط مين؟ الجينات. بتنشط الجينات عشان تطلع انترلوكين 2 واربعه وكام؟ وخمسه. العواميد دي لها دور. ليها دور يسموها عباره عن سيجنال مولكيول. سيجنال مولكيول يعني ايه؟ دي عباره عن مولكيول طويله، عواميد طويله بتنقل اشاره من بره من التي سيل ريسبتور لجوه النواه. قالي مش فاهم يعني مثلا انا بحسس اهو، وبعد ما بحسس ببعت اشاره استيميشن لمين؟ للعواميد اللي جنبي. العواميد دي هي اللي بتنشط الجينات اللي جوه النواه عشان تطلع انترلوكين 2 و4 و5. اربع عواميد اسمهم سي دي، ثلاث عواميد اسمهم ايه؟ زيتا. العواميد اسمها سيجنال مولكيول. العواميد دي اسمها سيجنال مولكيول. ومع التي سيل ريسبتور على بعض كلهم ليهم اسم، اسمهم تي سيل ريسبتور كومبلكس.
اسمهم تي سيل ريسبتور كومبلكس. يعني التي سيل ريسبتور كومبلكس ده عباره عن التي سيل ريسبتور بتحسس والعوامل اللي جنبه التين اللي شاطر جوه. يبقى عندنا مع بعض التي سيل ريسبتور زائد السيجنال المولكيول ديت اللي هو سي 3 وزيتا على بعض اسمهم تي سيل ريسبتور كومبلكس. يا ريت بس ما يبقاش خطا. بس يا جماعه بس ده مهم في اي شيء جاي. طب ثانية بقى، لو اخترعوا يا جماعة، لو اخترعوا انتو بودي تدمر العواميد دي لسي ثلاثة، لو اخترعوا انتو بودي تدمر العواميد اسمها سي دي ثلاثة، حصل ان دي سي مش هشتغل وتطلع انت البي اثنين والاربعة خمسة اسمها يون ايه سابريشر. هدناك من المونو كلونة اللي بتقول والدي سي لو اشتغلتش واخر دي سي اسمها ايه دي سي تكتوكس، لو اشتغلتش مش هتقتل التيومر ولا الفيروس سيل ولا الترانسبلانتيشن. يعني لما تكون عامل ترانسبلانت جوه واحد واخد تي سيل بس عن طريق انت بودي دمر العواميد دي اسمها سي 3. تاني بقى، هل التي سيل ريسبتور يا جماعه واقف على الممبرين بتاع تي سيل ويوصل النواه؟ واقف على الممبرين، فما يقدرش يشغل الجهاز اللي جوه ديت. ربنا خلق جنبيه اربع عواميد اسمهم سي دي 3 ولهم اسم مناسبه، ده جاما دلتا ابسلون ابسلون، وعملوا اسمهم زيتا. اللي بيحصل ده بيحسس ان الاشاره العواميد اللي جنبه بيشغل الجهاز اللي جوه النواه. العواميد دي عباره عن مولكيول بتنقل السيجنال من بره لجوه، بيسموها سيجنال مولكيول. حد مش فاهم يا دكتور؟ في الابلكيشن بتاع المونوكلون، في الابلكيشن بتاع المونوكلون انتي بودي انا كنت بشتغل على دول عشان اعمل علشان اوقف دي سيل. طب انا هو تي سيل حاسس على ايه؟ على بروتين بس. تي سيل حاسس على ايه؟ على بروتين بس. شايفين تي سيل ريسبتور يا جماعه؟ التي سيل ريسبتور ده هنروحه في العيش المره الجايه. عباره عن جزئين. تي سيل ريسبتور ده عباره عن جزئين، جزء اسمه الفا وبيتا. عباره عن دو بروتين. يعني التي سيل ريسبتور ده اللي احنا اسمه ده عبارة عن دو بروتين الفا وبيتا. الفا وبيتا الجزء الفلاني الفا والتحتاني بيتا، وده عند معظم الناس لان لقينا زملكاويه عندهم حاجه ثانيه جاما ودلتا. معظم الناس الكون فوق الفا وبيتا. السؤال لحضراتكم بقى، ده الفا وده بيتا، الجزء اللي بره ده فاريبل واللي وراه كويستر، ده فاريبل ايه؟ عشان بايندر انتجن، عشان اتغير على حسب مين بيحس عليه، على حسب الانتجن اللي حس عليه. برافو عليك. يبقى احنا عندنا مع بعض تي سيل ريسبتور مكون من دو بروتين الفا و بيتا، ده الكومن زي ما تقول جاما ودلتا، وكل بروتين عباره عن في وسي. في وسي الجزء اللي هو الفي بيتغير على حسب الانجل حاسس عليه. انت اصلا زمان كنت فاكرين ان حاجه اسمها تي سيل وبس، طلع ان في حاجات صغيره جوه بعد كده مش عارف اخدها ولسه. يلا حد ثاني يا سؤال بقى، تي سيل ريسبتور مكون من الفا و بيتا، بي و سي ده الكومن، امال الزملكاويه؟ دلتا و جاما ودلتا، ده التي سيل ريسبتور. السؤال اللي اصعب منه، التي سيل ريسبتور كومبلكس عباره عن ايه؟ اثنين عباره عن تي سيل ريسبتور وسيجنال مولكيول. فهمتوا الاجابه؟ في امتحان لو جالك سؤال تي سيل ريسبتور مكون من ايه؟ غير تي سيل ريسبتور كومبلكس. نقلب صفحه، التي سيل يا جماعه انتوا خدتوا انواع، خدتوا حاجه اسمها تي هيلبر. خدتوا تي هيلبر، تي هيلبر طلعت في الحقيقه مش موجوده. تي هيلبر واحد. حاجه اسمها تي هيلبر واحد وتي هيلبر كام؟ اثنين. تي هيلبر واحد ب 12 تي سيل، وامال تي هيلبر اثنين؟ تي سيل. ذكريات قديمه. خدنا مع بعض نوع من التي سيل اسمه التي سيتوكسيك. التي سيتوكسيك بتسبب ثلاث حاجات طبيعيين كتير بتفشل. اللي هم مين؟ تيومر فيروس وفيروس بلانتيشن. في خليه يا جماعه اسمها تي سبريسور. لما المناعه ترجع على الانجن تشتغل وتوقف المناعه خالص. يعني بعد ما المناعه تقتل الانجن في نوع من التي سيل اسمه تي سبريسور يوقف المناعه، مش هتقدر تشتغل طول العمر. اللي هناخدها بعدين بالتفصيل. وزي ما انتم شايفين انت هترجع الموضوع از بيفور. عايزين حاجه؟ نيجي على اسم البي سي يا جماعه في نفس الخط. نرسم مع بعض الرسم بتاع البي سي يا جماعه اخر حاجه. عندنا مع بعض البي سي يا جماعه، عندنا ريسبتور اسمه بي سيل ريسبتور. بي سيل ريسبتور ده نوع دي او ام، دي او ام، دي او ام.
احنا خدنا الام ان تابول ده بيطلع من البلازما سيل في البرايمري اميونوسبل ولا في السكندري؟ برايمري. في البرايمري هو بيطلع في السكندري جي. امال دي بيطلع امتى؟ دي ما بيطلعش بيطلع من البلازما سيل. دي ما بيطلعش من البلازما سيل؟ لا نص كريتد دي عمره طلع بلازما سيل. ده اقول لي انت بودي اللي عمره طلع بلازما سيل هو دي المكان الوحيد واقف على سطح البي سيل شغال كبي سيل ايه ريسبتور ده سؤال ام سي كيو يبقى عندنا مع بعض هذا البي سيل ريسبتور نوعه دي او ام انا خدنا مع بعض يا جماعه ان البي سيل للاسف اللي هيجيبها الشغل دي ميموري و بلازما دي ميموري وبلازما سيل صح دي ميموري وبلازما سيل يبقى عندنا مع بعض البي سيل اتقسم لتو بروجني بروجني يعني ذريه بروجني ذريه بي ميموري وبلازما سيل معنى كده ان البي سيل اللي هو بتاعتها انقسمت لنوعتين بلازما وبي ميموري يعني الخلايا كلها انقسمت بالنوع اللي فيها اول سؤال الانتيبودي يا جماعه على سطح البي سيل ده الانتيبودي على سطح البي سيل ربنا خلقه لاي نوع من الانتيجين هنا بقى في معجزه في جسمنا يا جماعه 100 مليون بي سيل 100 مليون بي سيل 100 مليون حقيقي وكل واحده عليها انتيبودي غير الثانيه كده بنخلي معجزه يعني معنى البي سيل في جسمك عباره عن 100 مليون بي سيل كل واحده عليها انتيبودي غير زميلتها يعني مثلا دي عليها انتيبودي يمسك السول واحده عليها انتيبودي يمسك البلهارسيا واحده عليها انتيبودي للكوليرا ولغايه النهارده احنا مش عارفين اكتر من مليون انتيجين لسه في 99 مليون انتيجين مش عارفينهم يعني ربنا خلق البي سيل في جسمنا انواع لو حد فاكر الفار كان في واحده عليها انتيبودي يمسك مع الانجل مثلث والتاني انجل مشرشر وانجل اسطواني البي سيل عندنا في جسمنا عليها انتيبودي كل واحده عليها انتيبودي غير زميلتها الحاجه الثانيه طلع ان هذا الانتيبودي ممكن يمسك البروتين او الكربوهيدرات او الليبيد ممكن يمسك بروتين او كربوهيدرات او ليبيد يبقى السؤال يا جماعه الليبر عمرها ما تحسن على حاجه واحده بس ليه بروتين انجل يعني الماكروفاجيا هتاكل الا بروتين دي هيبقى ما بتشتغلش الا على بروتين امال البي سيل يا جماعه ممكن تحول لبلازما او بي ميموري لما يخبط انجل في الانتيبودي الانجل ده ممكن يبقى ايه كربوهيدرات او ليبيد او بروتين يعني في انجل هنا هيخبط في الانتيبودي دوت هتحول لبلازما او بي ميموري هذا الانجل ممكن يبقى بروتين او كربوهيدرات او ليبيد طب السؤال بقى يا جماعه الناس المركزه ايه احسن استراكشر الانجل ينشط المناعه؟ ايه احسن استراكشر ينشط المناعه؟ هل هو البروتين ولا الكربوهيدرات ولا الليبيد؟ بروتين عشان يشتغل البي سيل ومين؟ البي سيل ده سؤال في الامتحان ده سؤال في الامتحان احسن انجل ينشط المناعه كلها البروتين هينشط البي سيل وفي نفس الوقت هينشط البي سيل يبقى احسن انجل ينشط المناعه هو البروتين ينشط التي سيل ومين؟ والبي سيل معلش بقى خليني فات الحتت كل الجزء بقوله بيجي سؤال انت بتقراها كده حفظ بس بيتبنى عليه سؤال بتقرا بقول لك عليها اخر حاجه بقى اخر حاجه عشان ما تلعبوش لو يا جماعه ان هذا البي سيل ريسبتور جنبيه عمودين عمود اسمه الفا وعمود اسمه بيتا الفا وبيتا ودي عوامل كلها صح وصل فين؟ للنواه الوقت يا جماعه البي سيل ريسبتور بيحاسب على انجل البي سيل ريسبتور مست في انجل ايه اللي يخلي النواه دي تنقسم لبي ميموري وبلازما سيل؟ اللي يخلي النواه دي تحصل لها تنشيط عشان تنقسم لبي ميموري وبلازما سيل انا عوامل واصله لها اسمها الفا و بيتا البي سيل ريسبتور مسك الانجل هينشط العوامل اللي جنبه والعوامل دي هتنشط النواه تنقسم لنواه هنا ونواه هنا العوامل دي اسمها سيجنال مولكيول اللي هي الالفا ومين؟ والبيتا. طبعا احنا خدنا الفا وبيتا من شويه. اخطر خلاص هنسميها النيو جلوبين الفا والنيو جلوبين بيتا. عشان نفرقها عن هناك ما تقلقوش نفسكم. انا عارف الدنيا دخلت في بعض. العواميد ديت بتنقل الاشاره من بره لجوه النواه اسمها سيجنال مولكيول. هذه السيجنال مولكيول مع البي سيل ريسبتور على بعض اسمهم بي سيل ريسبتور ايه؟ الكومبلكس. يبقى تاني مين بينقل الاشاره من بره هي لجوه؟ سي دي كام؟ تلاتة عامل اسمه امال مين من بره لجوه هنا؟ الالفا والبيتا وعشان الناس ما تتلخبطش هنسميهم النيوجلوبين الفا النيوجلوبين ايه؟ بيتا مجرد اسماء مين هم عيال البي سيل؟
بلازما وموبايل بيسيل قبل ما احتكي بيه الانجلس من ناحيه ايه؟ طيب بيسيل. حد سؤال؟ عايزين نسال التاني في الموبايل. لا المره الجايه هنجاوب على السؤال ده. الدكتوره بتسال سؤال، هو مش قلنا زمان ان المناعه ما تعرفش على الليمت؟ اه اجابه السؤال ده في الحلقه الجايه اللي هي بعنوان الانجل. الحلقه الجايه اسمها انجل فور اكول روتين، اسمها الانجل وفيها علاقه الانجل سواء بروتين او كربون او ليمت وهنعمل تبييع على وثائق الرصد. لحظه اسمع، لحظه المواعيد بقى.